تطور نوعي في مشهد الحرب الروسية الأوكرانية التي تقترب من إتمام عام ونصف العام على اندلاعها. هجوم على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم. هجوم على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم الواقعة في الجنوب الأوكراني والخاضعة لسيطرة موسكو منذ 9 سنوات. هجوم قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أنه تم باستخدام مركبات بحرية مسيرة، بينما اتهمت الخارجية الروسية كييف بشنه بمشاركة بريطانيا والولايات المتحدة مع تعهدها بالرد عليه بعدما أسفر عن مقتل شخصين وتضرر جزء من الجسر. وتعتبر الجسور القليلة التي تربط القرم بجنوب أوكرانيا التي يسيطر عليها الروس أساسية في إدارة عمليات موسكو العسكرية في أراضي جارتها. وسبق أن تعرض ذلك الجسر لأضرار في أكتوبر من العام الماضي جراء انفجار قوي قالت موسكو إنه ناجم عن شاحنة مفخخة أرسلتها الاستخبارات الأوكرانية، وهو ما نفته كييف. تطور ميداني جاء بموازاة آخر سياسي، إذ أعلنت روسيا وقف العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتباراً من غد الثلاثاء، مع إغلاق الممر الإنساني البحري في المياه الشمالية الغربية لهذا الممر المائي الحيوي. موقف تأكد إعلان الكرملين بانتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مع تأكيد عودة موسكو الفورية للاتفاق الذي ترعاه تركيا والأمم المتحدة بمجرد تلبية المطالب الروسية، وأبرزها تسهيل وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. مستجدات ميدانية وسياسية تأتي لتزيد الصراع حدة وتفتح المجال لإطالة أمده أكثر فأكثر. فمتى وكيف تتوقف الحرب التي طالت ويلاتها العالم بأسره؟